أخبار اليوم. كنا كمان حريصين على إنه كل جزء يضاف له أفضل جداد عشان يبقى يعني تجديد للدماء في شرايين الأجزاء، لدرجة إن كل جزء كأنه مسلسل جديد. يعني تعاملنا معاه بهذا الشكل كأنه مسلسل جديد عشان ما فيه عناصر جذب إضافية للعمل. وربنا أكرمنا على فكرة إنه كل الممثلين اللي اخترناهم بجد كانوا يعني تفوقوا على نفسهم. ودي عبارة أنا ما بحبهاش بس مش لاقي عبارة غيرها أقولها. يعني كانوا مبدعين وكانوا عباقرة، يعني بدءا من الغول الرياضي الخولي اللي أعتقد إنه عمل دور لن ينسى أبدا في تاريخ الدراما. والحاجة عبلة كامل ربنا يديها الصحة، معلش هي ما بتحضرش الأدوات، لكن أنا أعتقد عبلة وكأنها تنافس عبلة. يعني عبلة في هذا الأداء عظيمة وعبقرية. الجميع بقى فقرات بقى بشاره بجنونه بجينات الوراثه اللي خدها من هارون، هنيه لسه صغيره رغم ان دماغها اطول منها لكن اداء يخش القلب. الحقيقه الكل، مفيد عاشور في دور الرئيس هاشم، مع انك لما تشوفيه كده تقول ايه ده ينفع رئيس ولاد ليه يقول لك انا طيب. بس والله انا شفت زمان وانا طالب في الجامعه، شفت بلطجي وحياة ربنا كان قد البورس، يعني نفع أطول منه. يعني هو طويل وفرع قوي.